بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبتدي مع بعض شابتر جديد وهو البرمجة. ازاي اعمل برنامج؟ طبعا احنا عملنا ده كله مش مربطينه ببعضه او مش حاجة كاملة، كنا بنتعرف على حاجات بسيطة. فاول حاجة نتعرف عليها الام فايل. الام فايل دوت عبارة عن فايل بفتحه بكتب فيه اللي انا عايزه كله، بقدر انا انفذ. لقيت خطأ ارجع اصلح، لكن احنا كنا شغالين هنا في الكوماند ويندو، كنا لو لاحظنا ان احنا لما بنغلط غلط بنرجع نعيد الجزئية اللي فيها الغلط من جديد. لو في جزئية غلطنا في تعريف variable مثلا لازم نرجع من الاول ونصلح. ماشي، يعني مثلا كنت كاتب ام بيساوي من سالب 2 لغاية 5، كنت عايزة مثلا من سالب 2 لغاية 8، وبنيت البرنامج كله على اساس ان الام من سالب 2 لغاية 5. ماشي، وجيت بعد كده عايز اغير الام ديت، اروح كاتب الام مثلا من سالب 2 لغايه 8، وبالتالي كل البرنامج لازم يكتب تحتها تاني من جديد عشان يعرف ان الام دي هو اللي هيشتغل عليها. لكن في الام فايل غير كده، لقيتها غلط او انا محتاج اغير، اروح داخل فتح الام فايل واكتب اللي انا عايزه وانفذ، شوف النتيجه اللي انا عايزها، ما عجبتنيش ادخل تاني اعدل. ماشي، يبقى احنا الام فايل بيسهل لي حاجات كتير. طب افتح ازاي ام فايل؟ اما عن طريق قائمة فايل نيو واخد ايه ام فايل، ماشي، او عن طريق من هنا نيو ام فايل. ادي الام فايل بتاعي معايا يفتح دلوقتي اهو، بكتب هنا اللي انا عايزه كله. تعالى كده نجرب حاجة بسيطة. لو كان عندي ايه بيساوي مثلا 1 2 2 4، ماشي، واقول له بلوت ايه، بلوت الايه، بسيفه في المكان اللي هو فولدر الورك بتاعي، سيف از، واسميه مثلا، طبعا ما ينفعش اسميه بتاع دوت بالارقام، يعني مثلا مش اول حاجة رقم فيه، ممكن يكون تاني حاجة رقم، لكن او تاني حرف رقم، لكن لازم يكون اول حرف اسم بتاع دوت حرف. ماشي، عشان لما اجي استدعيه يعني. طبعا نجرب كده نسميه ايه، سيف اهوت، عايز اعمل تنفيذ اما عن طريق هنا او ادوس على طول F5 هيتنفذ ورا اهو. ماشي، طب افرض انا سيفت البرنامج دوت، قلت له سيف از اهو، وقلت له 1 مثلا، تعال نشوف كده اللي هيحصل. وطلبت منه، جيت بره هنا، هنا لما اكون عايز انفذ اي برنامج موجود في الورك ممكن اكتب له اسمه على طول. فانا هنفذ البرنامج اللي اسمه ايه، طبعا ايه كانت موجوده فاريبل قبل كده، فانا اكتب له كلير عشان ما ايه كلير يشيل كل الفاريبل اللي موجوده، واكتب له ايه يبقى ينفذ لي الملف اللي موجود جوه الورك. خلاص، طيب لو قلت له نفذ لي 1، انا مخزن ملف باسم 1، شوف كده مش هينفع، هيديني انسر بيساوي 1 رغم ان انا مخزن الملف ده باسم 1 فين في الورك. يعني شفنا اوبن كده، خليها اهو، الواحد موجود معايا وهو هو نفس البرنامج اللي اسمه ايه، بس ينفذ الايه ومنفذش 1. يبقى لازم الحاجات دي ناخدها في ايه، في اعتبارنا، ان لما اجي اسمي اسم فايل ما اسمهوش برقم عشان لما اجي استدعيه اعرف استدعيه، ولازم يكون لما اجي استدعي ما يكونش الفاريبل ده موجود عندي قبل كده، او اسم الملف ده موجود بفاريبل موجود قبل كده، زي ما عملنا هنا الايه. لاحظنا ان الايه بتساوي 1 2 2 4، يعني هو كان متسجل قبل كده بايه، الايه بتساوي كام، 1 2 2 4. ماشي، طبعا التسجيل ده جه من ايه، لما انا نفذت البرنامج دوت خلاص هو نقل هنا الايه بتساوي 1 2 2 4 وشالها عنده، فلما جيت طلبت منه ايه راح مديني الايه اللي كانت موجوده اللي هي دي. ماشي، ان شاء الله يا ريت نكون ايه فهمنا الجزئيه ديت، لكن هنفهم اكتر لو مش فاهمين هنا في اللي جاي. بعد ما شفنا الام فايل
هنشوف بقى ازاي العمليات بتتنفذ او ترتيب العمليات. يعني ايه؟ لو مثلا عندي قوس جواه اسس وطرح وجمع وضرب واسم، ايه اللي يتنفذ فيهم الاول؟ اول حاجة بينفذ الاس، يعني لو في رقم مرفوع لباور هو ده اللي يتنفذ الاول، خلاص. وبعدين ينفذ عمليات القسمة سواء بالسلاش اور الباك سلاش، وبعدين ينفذ عمليات الضرب لو في ضرب ينفذ الضرب، بعد عملية الضرب ينفذ عملية الايه الجمع، وبعد الجمع الطرح. يبقى عندي الجمع وبعد الجمع ينفذ عملية الطرح، ايوه بينفذ من فوق لتحت. وهنشوف دلوقتي اكزامبل على الكلام دوت، ونخلي بالنا ان هو بيفك الاقواس الداخلية الاول، بيفك الاقواس الداخلية الاول. يعني مثلا لو انا عندي بالمنظر دوت، ادي هنا قوس ماشي جواه كذا حاجة، وبعدين قوس تاني مثلا مضروب فيه جوه برضك كذا عملية ماشي، وعندي اسم مثلا على برضك قوس تاني جواه كذا عملية وقوس كبير. يتنفذ ازاي؟ اول حاجة ينفذ الاقواس الداخلية باللي داخلها حسب الترتيب اللي احنا قلناه كده من فوق لتحت، بعد كده ياخد قوس تاني ينفذه ويطلع نتيجته، وبعدين القوس التالت ينفذه ويطلع نتيجته، بعد كده ياخد القوس الكبير في اسم مثلا وفي ضرب اهو، ينفذ ايه الاول؟ ينفذ القسمة ده على ده، بعد كده ينفذ عملية الايه الضرب، يضرب اللي طلع من هنا كله يضربه فين؟ في دوت. ونشوف بقى مثال مع بعض على الكلام دوت. طب نشوف هنا بقى مثال الاوبريشنز ديت او الارثمتيك اوبريشنز الترتيب بتاعها. هو بيعمل ايه؟ بيعمل عملية فك الاقواس من جوه لبره، يعني بيفك الاقواس اللي موجودة جوه، بعد كده يفك القوس الكبير. فهتخيل مثلا دوت كان قوس اهوت ماشي، وده كمان قوس، وتحت هنا برضك اهو اهوت. ايه اللي هيحصل فوق هنا؟ اول حاجة هيدور على علامة الايه، او يدور على قوس داخلي، مفيش اقواس داخليه، هو ده كل قوس على بعض. فيعمل ايه؟ القوس الاول، بعد كده القسمه، بعد كده الضرب، بعد كده عمليه الايه الطرح. طبعا لو في جمع كان الجمع هيتم قبل الطرح. وعندي هنا القوس الثاني هدور على الاقواس الداخليه، لا دوت 2 في 3، هل 2 في 3 دوت فيه اس؟ مفيش اسس، مفيش قسمه، يبقى الضرب اللي هيتم. خلص القوس دوت، بعد كده يبتدي يخلص القوس الكبير، يدور على ايه؟ اول حاجه هي عمليه الايه الباور، ياخد ال A 4 يرفعها للباور 2، بعد كده يدور في اسمه في ال اي، يبقى 8 على ناتج القوس دوت. طب في جمع مفيش جمع، يروح عامل عملية ال A الطرح. طب تعالى نشوف كده النتيجة، هل الاتنين دول مختلفين عن بعض ولا لأ؟ نعمل evaluation selection اهو، اداني صفر. طب نعمل ده كمان evaluation selection، نلاحظ الفرق بينهم كبير، ده بصفر وده بكام؟ بعشرة بوينت ستة ستة سبعة. يبقى زي ما شوفنا دلوقتي الفرق بينهم كبير جدا ماشي. تعال نسيبه دوت الفايل دوت باسم ايه وليكن دي مثلا. يبقى كده شوفنا ازاي سيبناه. طب بعد ما سيفته، شوف انا عملت ايفاليوشن سيليكشن واخترت صح، ده انا عايز انفذ البرنامج دوت بدون ما انفذ سطر معين، اقف هنا اهو كده واقفل دي كده دوت، لما اجي انفذ البرنامج مش هينفذ لي السطر ده. تيجي نجرب، تعالى بس نعمل ايه كلير الكوماند ويندو وجرب كده، اعمل ايه اف 5، راح منفذ ايه؟ منفذ الايه بس، رحت اقفل ده كده وافتح ده واقول له ايه اف 5 ينفذ لي البي ماشي. يبقى اللي بعمل عليه بعمل ايه علامة الحمرا ديت بالماوس كده، كليكة كليكة تشيله، يبقى ده ما يتنفذش معايا فين؟ في البرنامج وانا بنفذ. نشوف برضك حاجة تانية وهي الاوبريتور
او اللوجيكال اوبريشنز ماشي. فعندي علامة الاند اللي هي شيفت 7 ماشي، وعندي الاور اللي هي شيفت باك سلاش، والنوت اللي هي شيفت الذال اللي موجودة في اقصى شمال الكيبورد فوق، والليس زان جريتر زان وايكوال تو ونوت ايكوال تو، وعندي الليس زان اور ايكوال تو وجريتر زان اور ايكوال تو. طبعا الكلام ده كله بيخش جوه برامج نقدر نشوفها لما نعمل ايه برنامج. نقفل طبعا، مش هسيبه. بعد كده لو انا عايز اعرف اكتر ممكن اكتب help ops OPS يعني operators، هي تديني كل حاجة عن الاوبريتور حتى الجمع والطرح والاسم اهوت. ماشي، ممكن تقرا برضك ايه وتشوف اللي فيه.